السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله في حد بيسأل عن سؤال يا رب كده حضرتك تجاوبني عنه. ها؟ تست ابنها توفى الله بقاله 5 سنين. نعم. في ناس يعني بيدوها فلوس ويقولوا عايزين الفلوس دي لعيال ابنك. ايوه. فهي جابت يعني جابت ابنها يعني بتنفق يعني فلوسها في سفيها يعني. عفوا. اتجوزت مره واثنين بعد ابنها. فالست دي بتشيل الفلوس تقول له عشان تنفع مشوار البنات وتعليمهم وكلياتهم وكده لما يكبروا يلاقوا حاجه يستندوا عليها. فجت مرات ابنها عايزه تعزل من الشقه اللي هي فيها شقه ثانيه. قالت لها انا عايزه 30,000 جنيه من عندك. قالت لها انا معيش 30,000 اديهم لك. قالت لها طب انا هعرف اخدهم منك ازاي؟ راحت رفعت عليها قضيه نفقه على اولادها اللي هم اخوهم المتوفي الصبيان الرجاله. فهم دلوقتي مش مستريتهم ان هم يدفعوا، حكمت لهم المحكمه 200 جنيه كل شهر. هما الاثنين واحد عليه ديون كان واخد شقه ولسه بيسافر في جنيه متجوز، والثاني على باب الله يعني موطنه وبيكفيه. ايه الموضوع بس كلميني باختصار؟ ايه السؤال؟ ان هي الفلوس اللي هي متشايله دي اللي هي بتشيل تنفع منها فلوس النفقه للمحكمه. عفوا، هي لماذا رفعت على أم على جدة الأولاد نفقة، قضية نفقة؟ هل أم الأولاد ملزمة بقضية النفقة على الأولاد؟ ملزمة؟ هي أم الأولاد رفعتهم على أعمامهم، على الأعمام، على الأعمام عشان تجيب جدتهم. ماشي، تدي لهم تنفق منهم على الأولاد. جزاك الله خير.